عقد مجلس الشورى أعمال الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس برئاسة رئيس المجلس. نعم، ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أشار المجلس إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تجديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة لهم. أوضح المجلس بأن مشروع القانون الثاني يهدف إلى تجديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. أكد المجلس أن مشروعا القانونين يتعلقان بتطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما قرر إعادة مادتين إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة وتأجيل التصويت على المادة الثانية إلى جلسة لاحقة. ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيما يتعلق بتعديلين على قانون العقوبات. طبعا التعديل الأول كان مقترح من مجلس الشورى بصيغة المعدلة، والمقترح الثاني كان عبارة عن مشروع مقدم من الحكومة الموقرة. تناول الموضوع اليوم ثلاث مواد، المادة 354 والمادة 370 والمادة 372 من قانون العقوبات. توافق المجلس على المادة 354، أما المادتين 370 و372 فقد ارتأى المجلس أن تعود المادتين إلى اللجنة، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة. طبعا القانون أو التعديل المطروح على القانون يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد وللعوائل. كما تعلمين بأن قانون العقوبات في كل حقبة وفي كل فترة يخضع إلى مراجعة دورية، يجب موائمة أيضا بعض المواد مع السياسة العقابية في مملكة البحرين. هناك بعض الأفعال الجرمية التي يجب أن تفرد لها مواد لكي تواكب هذه الأفعال، وخاصة في وجود يعني وسائل حديثة اليوم.